المرأة ليست نكدية، وإنما هذه الصفة أطلقها الرجل على المرأة عندما فشل في مجاراتها، في تلبية احتياجاتها، في فهم رغباتها، تسمى الحاجات المكبوتة. لماذا المرأة تعبر بصورة متكررة؟ لسبب واحد فقط، تسمى الاحتياجات الغير مشبعة. ما وجدنا امرأة أشبعت حاجاتها النفسية، العاطفية، اللفظية، المادية، الجسدية، الوجدانية وهي نكدية، ما وجدنا إلى الآن. التكرار معنى أن هذه الحاجة مهمة بالنسبة لها. حلو. المرأة يجب أن تدرك بأن كثرة الزن على الرجل تسبب عنده حالة هياج. الرجل ما يحب، تعال عند الريال قول لي أحبك 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 أحبك، يتوتر. أحبك يعني كلام جميل، يتوتر. الرجل ما يحب التكرار لأنه نكدي. لأنه نكدي. الرجل النكدي، المشكلة أن الرجل ما يستطيع أن يفرق بين المشكلة الخاصة والمشكلة العامة. يعني مثلا مشكلة صار عنده في العمل، ممكن يدخل البيت يزعل على أهل البيت، يوتر أهل البيت، وما لهم ذنب لأنه صارت عنده مشكلة. صحيح. العمل. صحيح. المرأة لا تستطيع أن تفصل ما بين الاثنين. الحالة النكدية عند المرأة حالة خاصة مرتبطة بذاتها، مرتبطة بمشاعرها، مرتبطة بجهاز العاطفي. الرجل النكد مرتبط بالأداء العام. هذا الفرق ما بين الرجل والمرأة في لغة النكد. النكد هي عبارة عن ماذا؟ رسالة، مسج يجب أن أستوعبها. بدل ما أنت تزعل على مسألة الكلام أو الحديث، افهم ما هي الرسالة التي تريد أن توصل للمرأة.